هي مرعيه اجنبيه بترويج وتوزيع وبيع اوراق نقديه مزوره، ليتم وضع خطه محكمه مكنت من توقيفه على مستوى مدينه بشار بالتنسيق مع المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه مع حجز ثمن اوراق نقديه مزوره من فئه 50 اورو كانت بحوزته. التحريات مع المشتبه به الموقوف مكنت من تحديد هويه ممولينه بالاوراق النقديه، حيث تم وضع خطه محكمه اخرى مكنت من توقيف شريكيه اللذان كان على متن سياره سياحيه بصدد ترويج ورقتين نقديتين مزورتين من فئه 50 اورو.